المصرية لهذا اليوم. هيكون معنا في هذه الفقرة للتعليق على الأخبار الكاتب الصحفي الدكتور صبري الجندي، الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام. دكتور صبري، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أخبار حضرتك يا فندم؟ صباح جميل. صباح جميل يا فندم إن شاء الله. صباح النور على حضرتك دكتور صبري، ودايما بتنورنا بتعليق حضرتك المتميز كالعادة من خلال صباح السبت ويوم جديد. أهلا بحضرتك مرة تانية. وأنا بستمتع بحضرتك وبستمتع بصوتك وبستمتع بوجودكم. شكرك يا شكرا فندم. جزيلا لحضرتك دكتور صبري. خلينا نبدأ مع حضرتك ومع كل مشاهدينا الكرام من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام. الخبر الأول معانا بيقول في العنوان: تعاون عربي صيني من أجل عالم أكثر عدالة. الرئيس في كلمته بالقمة العربية الصينية الأولى بالرياض: الأمن المائي العربي قضية وجود، وندعو إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حق الأجيال في التنمية. نقص الغذاء أخطر أزمات العالم والمجتمع الدولي مطالب بالقضاء على الفقر. ضرورة إيجاد حلول سياسية لقضايا المنطقة ولا لتسييس حقوق الإنسان. في كلمة مهمة أمام القمة العربية الصينية الأولى التي انعقدت أمس بالعاصمة السعودية الرياض، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون العربي الصيني تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات. تعليق حضرتك على تفاصيل هذا العنوان ايه دكتور صبري؟ شيء طبيعي جدا انه يبقى في علاقات متينه وقويه بين مصر والعرب وبقيه دول العالم. لم يعد العالم الان الذي يعاد تشكيله احادي القدس، لكن الدول العربية ومصر تسعى دائما وراء مصالحها، وبالتالي تتوسع في علاقاتها الخارجية مع بقية دول العالم، لا تعتمد على دولة أو على معسكر، ولكن تتعامل مع كل دول العالم وفقا للمصالح المصرية العربية. وبالتالي اللي قاله الرئيس إنه علاقتنا بالصين ترتكز على مصالح مشتركة وترتكز على أسس تاريخية قوية شيء مقدر ومثمن، وهو ده الواقع. خليني أقول لحضرتك برضو في الكلمة المهمة اللي قالها الرئيس إنه مصر بترفض عملية تسييس الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، لأنه واضح تماما إنه حقوق الإنسان بتستخدم كمعركة سياسية ضد مصر وضد العرب على فكرة. يعني مصر والعرب متهمون بأنهم لا يعطون الإنسان حقوقا على غير الحقيقة. وبالتالي ما قاله الرئيس أنه نحن نرفض أن تسير دعاوى حقوق الإنسان، وأن لدينا إنسان يستطيع انه يتعامل مع الدوله ومع النظام ومع الحكومه وفقا لاسس ومبادئ اخلاقيه بعيدا عن الشطط وبعيدا عن الشطح وبعيدا عن الكذب والادعاء. طيب دكتور صبري، من الجمهوريه رئيس المنظمه العربيه السيسي وراء الانجازات المصريه في حقوق الانسان، المبادرات الرئاسيه قاعده للنهوض بالمجتمع المدني وتحسين معيشه المواطنين. بعض التفاصيل بتقول: وصف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي وصف مصر بقاطرة التقدم في تعزيز حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن المنظمة تنظر بعين التقدير للتقدمات التي أحرزتها خلال العامين الأخيرين وبصفة خاصة منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 21. أشار شلبي في تصريحات لأنباء الشرق الأوسط تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الإنجازات المصرية في مجال حرية المجتمع المدني منذ إقرار القانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي وتعديل قانون النقابات العمالية في 2019 والقرار الجمهوري الخاص بمعالجة ملف السجناء في يناير 18 وغيرها
من الخطوات التي شكلت تحولا إيجابيا مهما على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر. تعليق حضرتك يا فندم. العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمكافحة الفساد، والاثنين دول لا ينفصلوا عن بعضهما، لأنه من حق الإنسان أن يعيش في مجتمع يعني فيه أقل نسبة من الفساد، ومن حق الإنسان أن يقاوم هذا الفساد. وبالتالي الدولة المصرية قدمت مبادرات كثيرة، قدمت استراتيجية لحقوق الإنسان، وقدمت أيضا هيئة لمكافحة الفساد، والاثنين دول متلازمين في رأيي أو في وجهة نظر القيادة السياسية في مصر، إنه عايز تخلي الإنسان يشعر بجودة حياته قد من الفساد المحيط به والفساد اللي بيتعامل معاه. وبالتالي كل الخطوات التي تم اتخاذها على مدى الأعوام الماضية تهدف إلى تمكين الإنسان من العيش في حياة راضي عنها، وحياة جميلة، أو حياة فيها كل مقومات العيش بسلام وأمان واستقرار. تمام. وهذا ما تعمل عليه الحكومة ويعمل عليه الرئيس. وبالتالي كل الشهادات التي تنطلق من منطلق وطني في الدفاع عن الحكومة وعن الدولة المصرية شهادات أنا أقدرها وأثمنها، وإن كان لابد أن يكون هناك بعض المآخذ والملاحظات على الحكومة إنها تسرع في الرد عليها كما فعلت منذ أيام. صحيح. ومن الصفحة الثالثة أستاذ صبري، جريدة الأهرام صفحة متابعات، بيأتينا الخبر التالي واللي بيقول في العنوان: في كلمته التي ألقاها وزير الزراعة أمام اجتماع رفيع المستوى بكوت ديفوار، مدبولي إفريقيا تحتاج لبناء نظم غذائية تنهي حالة الجوع وسوء التغذية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أفريقيا تحتاج لبناء نظم غذائية تنهي حالة الجوع وسوء التغذية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الأمن الغذائي في أفريقيا يتناقص بنسبة 20% مع كل فيضان أو جفاف. كما أن أفريقيا معرضة بصورة أكبر لخطر الجوع بسبب تغير المناخ. كذلك تشير إحصائيات البنك الدولي في 2020 بتعرض واحد من كل 5 أشخاص في أفريقيا للجوع، كما يعاني أكثر من 228 مليون نسمة من سوء التغذية. جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عنه في الاجتماع رفيع المستوى في القارة الإفريقية والمنعقد حاليا في مدينة أبيجان بكوت ديفوار. تعليق حضرتك دكتور صبري على هذا العنوان إيه؟ طبعا افريقيا تواجه تحديات ضخمه، ليس فقط في الغذاء ولا في الطعام ولا في تغير المناخ، لكن في كل خطط التقدم التي تسعى لتحقيقه دول القاره تحتاج الى دعم ومسانده والى نوع من التعاون المشترك بين دول القاره، وبين دول القاره من جهه والعالم من جهه اخرى. وبالتالي ما قاله الدكتور مصطفى في الكلمه اللي القاها وزير الزراعه نيابه عنده رصد للواقع ونقوص خطر يدق امام القاده الافارقه للعمل على حمايه شعوبهم من خطر الفيضانات وخطر التقحر وخطر تغير المناخ. وبالتالي على هؤلاء القادة أن يتعاونوا أو يطلبوا العون والمدد من قادة الدول المتقدمة الذين يساهموا بشكل كبير في كل ما تعاني منه القارة الإفريقية، سواء تغير المناخ أو التراجع الحضاري الذي تعيشه القارة منذ سنوات نتيجة الاستعمار ونتيجة استنزاف الثروات ونتيجة إهمال التعاون بين الدول المتقدمة ودول القارة بعد أن انتهت مصالحها لدى إفريقيا. طيب، من الجمهورية أيضا دكتور صبري مسؤول النقد الدولي في أولى جلسات المنتدى الفكري لمعلومات الوزراء
التحديات التي تمر بها مصر تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة، مرونة سعر الصرف وحماية الفئات الفقيرة ضرورة لتخفيف الصدمات الجوهرية، الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تحقيق الإنجازات. كوجوك نجحنا في خفض عجز الموازنة من 16.5% إلى 6.1%، حققنا فائضا أوليا رغم تداعيات جائحة كورونا، وخفض الدين العام من 103% إلى 80%، وتفاصيل أخرى مختلفة. دكتور صبري، تعليق حضرتك على هذا الخبر؟ كل المؤشرات الاقتصادية الأرقام مباشرة ومطمئنة، وده اللي بتقدمه مصر لدول العالم وللمنظمات الدولية اللي بترصد هذه الأرقام وتتحقق من صدقها، وبالتالي لا غبار على هذه الأرقام، بالعكس احنا فعلا حققنا في الوضع الاقتصادي تقدم ملموس خاصة في العامين الماضيين، رغم جائحة كورونا ورغم حرب أوكرانيا ورغم الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم كله بدرجات متفاوتة. لكن في أرض الواقع نحن نحتاج إلى ضبط وحث للأسواق ومتابعة ومراقبة للأسواق، وأيضا توفير السلع الضرورية للمواطنين، لأنه كلنا بنشكو من الارتفاع المستمر للأسعار، وأيضا للمبالغة في الأسعار التي تباع فيها السلع الضرورية، وبالتالي المواطن لما تقول له هذه الأرقام، هو المواطن في أغلبه المثقفين والمتعلمين والباحثين، الأرقام دي بالنسبة لهم شيء مهم جدا، لكن المواطن العادي في أغلبه دول الأغلبية يقول لك انا الارقام دي عملت لي ايه، انا عندي القمح بكام وعندي الدقيق بكام وعندي الرز بكام وعندي السكر بكام، وبالتالي على الدوله ان تترجم هذه النجاحات الاقتصاديه على ارض الواقع بضبط الاسواق. انا ما بقولش تتدخل في الاسعار، لانه الاسعار دي عرض وطلب، وايضا نتيجه ان احنا بنستورد السلع الاساسيه كلها من الخارج، و ارتفاع سعر الدولار يؤثر على سعر الاستيراد وعلى سعر البيع، لكن ضبط الأسواق مهم جدا عشان المواطن يشعر أن الحكومة موجودة بتدعمه وواقفة معاه. تمام. دكتور صبري الجندي، الكاتب الصحفي الكبير بجريدة الأهرام، بنستمتع دايما بتعليق حضرتك كما هي العادة كل يوم سبت في نهاية هذا الاتصال الهاتفي، ونشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. أكرر استمتاعي بيكو وسعادتي بيكو، وأكرر شكري لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. نكمل مع حضراتكم من الجمهورية أيضا، في اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة السبكي، توجيه رئاسي بضغط الجدول الزمني للتأمين الصحي الشامل إلى 8 سنوات، إتاحة خدمة تسجيل المواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية والبريد. تفاصيل الخبر بتقول: أعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ورئيس اللجنة، أعلنت استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية التأمين الصحي الشامل ومميزاته في ضمان التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وكذلك التوعية بأهمية العمل على تحديث البيانات والاشتراكات للانتفاع بخدمات المنظومة، بما يعزز ثقة المواطنين بأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر. بننتقل بحضراتكم مشاهدينا مرة أخرى إلى جريدة الأهرام، ومن صفحة رقم 7 وأخبار المونديال ونسخة قطر لهذا العام 2022، وبنتابع سوا أخبار الفرق المتنافسة. طبعا كلنا النهاردة قلوبنا وراء المنتخب المغربي الشقيق بإذن الله، زي ما بيفرح طبعا بالأساس شعب المغرب الشقيق يفرحنا كلنا كعرب، مستنيين نتيجته مبهرة يا رب يا رب إن شاء الله. كلنا بندعي له من دلوقتي ولغايه الماتش الساعه 5 بتوقيت قطر. لكن تعالوا نشوف مع بعض الخبر وعنوانه اللي بيقول: ملايين العرب يحلمون بانجاز عفوا لم يتحقق من قبل بالمونديال. المغرب يداعب التاريخ ويبحث عن التاهل للمربع الذهبي امام البرتغال. مبابي يقود كتيبه فرنسا لمواصله ارقامه القياسيه امام انجلترا في صدام اوروبي.
بعد المسيرة المذهلة لمنتخب المغرب في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، تطمح جماهير الكرة العربية لمواصلة منتخب أسود الأطلس مشواره الأسطوري في المونديال الاستثنائي الذي يجرى للمرة الأولى في الوطن العربي. وسيكون منتخب المغرب على موعد مع حلم آخر كان منذ فترة قصيرة بعيد المنال، بتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم حينما يواجه منتخب البرتغال في 5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة في دور الثمانية للمونديال القطري. مرة تانية كل الأمنيات الطيبة للمنتخب المغربي إن الشقيق شاء الله يحقق الفوز كمان إن إن شاء شاء الله. الله. أعتقد دلوقتي ميعادنا وتقرير يا أحمد مش كده؟ دلوقتي عندنا تقرير أقول أعتقد كمان لحضراتكم. تقرير من محافظة السويس، تقرير هنروح نشوفه مع بعض مشاهدينا الكرام، بيتكلم عن احتفال كلية الطب جامعة السويس باليوم العالمي للتوعية بمخاطر